طيب زي ما نورة قالت كده، عايزين نتكلم معاكي عن توافق ما بين الأبراج. ايه أفضل كابلز مع بعض في الأبراج؟ نتكلم على البنات الاول ولا الولاد الاول؟ البنات الاول. اللي انت ماشي، عايزاه، اوكي اللي انت عايزاه. اوكي نيجي لبرج الحمل مثلا. في البنات اكتر ابراج تنفع معاها السرطان والاسد والقوس، اوكي دي الابراج اللي تنفع مع ست الحمل. لكن لو اصدقاء ممكن الدلو، لو اصدقاء ولاد، اوكي ممكن الدلو، ممكن الحمل اللي زيها الحوت الحمل مع الحوت في الأصدقاء، في الصداقة في يعني. الصداقة. لكن لو لا، لو حبك. حب السرطان والأسد والقوس، دول أكتر أبراج ينفعوا مع ست الحمل. ماشي أوكي، وأكتر حاجة فيهم الأسد. أوكي.